معنا بروفيسور حمدي سليمان استشاري امراض القلب بمعهد القلب القومي. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه راي حضرتك في مؤتمر اي ماكس السنه دي؟ هو الحقيقه المؤتمر ده يعتبر من المؤتمرات العالميه فعلا في مصر، ودي ثالث سنه احنا نشارك فيه باسم معهد القلب القومي. والحقيقه تنظيم جيد جدا ورائع، في كم كبير من التوكس والسبيكرز من اكتر من دوله في العالم، وفي ابحاث جديده الحقيقه كل مره بنلاقي في تطور كبير في المؤتمر ده. اوكي، وايه رايك في التعاون الدولي والخبرات الدوليه اللي موجوده في المؤتمر السنه دي، ومن وجهه نظرك حضرتك شايف ده هيفيد المؤتمر ازاي؟ والله الحقيقه المؤتمر يعني بيشرك عدد كبير من الخبراء من بره، يعني عندنا ناس من الدول العربيه طبعا معظمها، من السعوديه، من لبنان، من الجزائر، تونس، الدول الأوروبية طبعا، في من أمريكا ومن إنجلترا ومن فرنسا وإيطاليا واليونان. فالحقيقة في كوكبة محترمة جدا من الخبراء، بالإضافة للخبراء المصريين طبعا في المجال الأوعية الدموية. فأنا شايف أن كل سنة في إقبال أكبر على المؤتمر ده، وإحنا محتاجين برضو توعية أكبر للشباب وتوعية أكبر للبوبوليشن، بحيث يبقى في أويرنس لمشاكل الشرايين الأطراف وشرايين الكبيرة، الشريان الأورطي وهكذا. أوكي، إيه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنة دي في مؤتمر آي ماك؟ إحنا مقدمين السنة دي دراسة في خلال السنتين اللي فاتت اتعملت في معهد القلب عن علاج تشقق الشريان الأورطي اللي هو جزء بتاع الصدر، لأن ده يخصنا كأطباء قلب وجراحين قلب، وعاملين فولو أب ومتابعة للعيانين دول في خلال سنة كاملة، والحقيقة نتائج هائلة جدا لتركيب دعامة الشريان الأورطي في حالات تشقق الشريان الأورطي ده، سواء الحادة أو المتوسطة أو الحالات المزمنة، ونتائج مبهرة جدا. ويمكن إحنا نشرنا البحث ده في مؤتمر في واشنطن في شهر 2 كان اسمه CRT، وقريب ان شاء الله هتتنشر في مجله كبيره في اسمها يورو انترفنشن في اوروبا. المريض اول ما بيجي له الام في صدره بيختلط الامر على الطبيب، سواء في طبيب القلب او الطبيب الباطني، ان ده من مشاكل شرايين تاجيه. هو الحقيقه الالام دي بتبقى شديده جدا وحاده في منتصف الصدر وبتسمع في ظهر المريض، لازم تشخص بسرعة إما بالموجات الصوتية عن طريق المريء بالمنظار أو عن طريق أشعة مقطعية للشريان الأورطة. والعلاج بيتم بطريقة سهلة جدا بدون جراحة، وبنخش بالقسطرة وبنركب الدعامة في خلال مثلا ساعة بالكتير، العيان بيبتدي يحصل التئام للدايسكشن ده وبيبتدي يعيش حياته طبيعية بعد كده. تمام، ايه المشترك بين تخصص امراض القلب والاوعيه الدمويه؟ هو تخصصنا احنا يعني التخصص بتاعنا في الماجستير والدكتوراه عباره عن دكتوراه القلب والاوعيه الدمويه، جزء لا يتجزا. يعني انا علشان اوصل للقلب وانا بشتغل قسطره، ما هو انا بعدي في الاوعيه الدمويه من الفخذ او من الايد، فهي كلها منظومه واحده وسيستم واحد. يعني هو بره بيتقال على دكتور القلب كونسلتنت للكارديو فاسكولار سيستم. كارديو فاسكولار سيستم ده حاجة مع بعض كاملة، ما ينفعش أنا أفصل أو الفاسكولار سيستم والهارت، لكن كارديو فاسكولار سيستم دي منظومة كاملة، وفي اشتراك بيننا وبين الجراحين طبعا، في حاجات تتعمل جراحة وفي حاجات تعمل بالقسطرة اللي هي بنسميها اندو فاسكولار انترفنشن. تمام، ميرسي جدا لحضرتك وتشرفنا بلقائك. شكرا جزيلا. شكرا.